النهارده يا جماعه انا محضر لكم موضوع جميل جدا، بس ما تنساش لو انت اول مره تشوفنا اشترك عندنا في القناه، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك من حقك، لو ما عجبكش ما تعملش لايك. تحياتي ليكم، خليكم معايا. منوعات رحاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. النهارده انا قاعد الجمعه، كان الاسبوع اللي فات الدنيا حلوه خالص يعني، ولكن الحمد لله كل واحد ايه بياخد نصيبه. فانا قاعد من الصبح والله يعني ايه، خدت ذكر احمر كده صغير وكان مشت كده كفافي، ولسه ربنا كرمني بالايه بالاستفتاح ده على البركه يعني، كمان حته ايه حته حمراء اهي ما شاء الله، فالله كريم. بس انا مش عارف نصور مباشر لان في ناس جنب مني، فبصراحه بنحاول ندار السمك، لان ايه المنطقه اللي انا بنصطاد فيها دي كلها بتصطاد بالطعم بالنهار وبالليل، فلو عرفوا ان ده دور غله هيظبطوني يعني. ربنا كريم يا شباب، هنقول كم معلومه كده والله المستعان. ده يا جماعه الطعم ده اللي هو دود الارض، عشان في ناس متعرفش يعني ايه طعم. المكان اللي احنا فيه ده زي ما قلنا كله بيصطاد بالدود الارض بالنهار، وما بيرموش السمك الصغير برضه، اي سمكه بياخدوها اي سمكه بتطلع معاهم بياخدها، يا بياكلها يا بنحطها للبط. فطبعا المفروض ان انت قبل ما تدخل في المكان تكون حافظ اللي فيه وتبقى عارف عشان تعرف تتعامل. انا بنرش المرايه بتاعتي، والمرايه دي كنا اخر فيديو قلنا هنقول لكم ازاي نعملوا الغله. في طريقتين للغله يا جماعه، طريقه لو انت مش مستعجل وطريقه لو انت مستعجل. الطريقه اللي لو انت مش مستعجل بتجيب الغله اللي هو القمح بتغسله، ده طبعا دوره اصفر، انا متعود في دواري على طول لازم نرمي دوره اصفر، حتى برضو في اخر الفيديو ان شاء الله وانا ماشي هنرمي دوره اصفر ناشف حصى يعني، عشان بدا يدخل لي استاكوزا على الدوار. تمام. طريقه الغله يا جماعه، الطريقه الاولانيه ان انت بتجيب الغله او القمح بتغسلها كويس وبتسيبها في ميه بارده من يوم ونص ليومين، دي بتكون غلة تطعيم وغلة مرايه. هو كيلو كفاية عليك، لو انت قاعد على دورك كيلو هيقضيك يومين او ثلاث مرات، هتنزل بيه يعني مرتين او ثلاث مرات. طبعا غير علفة الدور، لو انت هتعلف الدور هتعلفه بغلة ايه ناشفة او بدورة زي ما انا بنعمل دي كده ايه. اول حاجة، الحاجة التانية لو انت مستعجل وعايز تعمل غلة، بتجيب برضو شوية الغلة دول بتحطهم في ميه بتبدا تغليهم، اول ما الميه تبدا تغلي طفي عليها النار وهتسيبها شويه، وهتبدا ايه تغيرها كذا كذا مره يعني، مثلا لو انت طالع الصبح والكلام ده بالليل حاول تغير الميه بعد ما تبرد كذا مره، ولو لقيتها ما بتطرقش حط لها برضو ايه اغسلها بميه سخنه. في بقى حاجه ثانيه، اهم حاجه النهارده في موضوع يا جماعه، انا ان شاء الله ده هيبقى عنوان الفيديو يعني، انا في موضوع انا بقالي 4 سنين اقسم بالله العظيم بنشتغل عليه، اللي هو ايه اللي هو اوقات اكل الغله في الشهر. احنا قلنا الغله امتى، المواعيد المناسبه للغله في اليوم امتى، وقلنا المواعيد المناسبه في السنه امتى، فاضل لنا نقوله في الشهر. انا بقالي 4 سنين يا جماعه بنراقب صيد الغله، لقيت ان انسب ميعاد لصيد الغله في اول الشهر العربي، 1 و2 و3 و4 و5. ومصداقيه لكلامي ان الدور بتاعي الاسبوع اللي فات ده كان بيضرب نار، الدور اللي انا عليه ده، بس طبعا انا عشان شغلي ما كنتش قادر نوعه، وده برضو سبب ان احنا قلنا اللي عايز يعمل دور غله لازم يكون عنده تفرغ يعني، لازم يكون عنده وقت فراغ. في ناس بتبقى موظفه بيخلص شغله الساعه 3 بيطلع اصطاد، ده الناس ديت يعني هنيالها يعني في صيد الغله. وفي ناس بقى زي حالاتي كده، انا بناخد يوم واحد في الاسبوع فبنطلع انا ورزقي، ولكن بنبقى متابع الدنيا وعارف الايه الدنيا فيها ايه. النهارده طبعا انا قعدت يعني شويه صغيرين، ربنا كرمني بدكرين بولتي اللي هي الدكرة الحمراء ديت، وشوية كفافي كده اللي هو الخنيني، هنبقى نوريه لكم دلوقتي في آخر الفيديو إن شاء الله. تمام، بإذن الله بإذن الله. ففي حاجة برضو عايز ننبه عليها، لما أنت تبقى قاعد في مكان يعني مكان زي ده، حاول بقدر المستطاع
تعرف مين بيقعد على دورك مين بيخلي. بدأ طبعا يظهر معانا ضيف جديد. انا النهارده برضو بمناسبه الضيوف كان في حوالين مني ناس ياما، فما كنتش عارف نصطاد، وهم عمالين ياخدوا سمك صغير بالطعم بدود الارض، وانا ايه نتشت الكام دكر ده، فكنت خايف ومش عارف نصور، يا دوبك خطفت الفيديو دوت ايه بالعافيه يعني. بدا يدخل علينا استاكوزا في الدوره، يا جماعه هنعمله فيها ايه؟ اخويا محمد السيد اجتهد زمان وحط حط اللي هو الماده دي في الميه. لا انا بنجوع الدور وبنغير العلف زي ما هتشوفوا ايه دلوقتي انا هنعمل ايه في اخر الفيديو ده. كده طبعا الرزق اللي ربنا رزقني بيه النهارده، دول الدكارينا همت وشويه الكفافي. طبعا في ازازه الميه دي تعرفك حجم السمكه، لان انا مش متعود نحط السمكه على ايدي ونكبر الكاميرا والزوم ومش عارف ايه، انا اللي ربنا بيرزقني بيه من ايه بنصوره، فالازازه تبين لك حجم السمك اللي انا ايه اللي انا واخده. ده بقى الدوره ناشفه عشان نعالج بيها الاستاكوزا، حطيتها اهي مكان المرايه بالظبط. دي نهايه الفيديو ان شاء الله، بالله لو الفيديو عجبكم اعملوا لنا لايك عشان الفيديو ينتشر. سلام عليكم.